كلنا نعرف الزومبيز وكلنا اتفرجنا على افلام ليهم، لكن عمرك كنت تعرف ان هم بجد؟ انا عبد اللطيف احمد وده فيديو جديد. سنة 1940 بعض العلماء الروس عملوا تجربة على غاز تم اكتشافه جديد. الغاز دوت من خواصه ان هو بيقضي على رغبتك في النوم، بمعنى تاني بيخليك مش عاوز تنام. بعد ما فكروا العلماء قرروا ان هم يعملوا التجربة على 5 من الأسرى بتوع الحرب العالمية الثانية، وكان تارجت العلماء ان الأسرى دولت يفضلوا 30 يوم صحيين. طبعا وعدوهم ان هم يطلقوا سراحهم لو فضلوا 30 يوم صحيين، يعني والتجربة نجحت. المهم دخلوهم الأوضة ومدوهم بكل وسائل المعيشة اللي ممكن حد يحتاجها لو قعد في أوضة لمدة 30 يوم. حطوا لهم أكل، حطوا لهم شرب، حطوا لهم مية يستخدموها، حطوا لهم سرير علشان يناموا مستريحين، وحطوا لهم بعض الكتب والقصص اللي ممكن يسلوا بيها نفسهم. وكانت الأوضة مزودة بعدد من المايكات علشان العلماء يقدروا يسمعوهم ويتواصلوا معاهم، وفصل بينهم جدار سمكه 5 بوصة. المهم التجربة بدأت، وبدأوا إن هم يدخلوا الغاز مع الأكسجين للأسرى اللي موجودين جوه الأوضة، وكان الموضوع عادي جدا وزي الفل لمدة 5 أيام. الخمسة كانوا بيتناقشوا مع بعض عن الحرب ومعاناتهم فيها وقد ايه الحرب كانت صعبة وكلام بالشكل دوت، يعني لحد ما جه اليوم التاسع وابتدى الجد من هنا. بدأ أول واحد فيهم يجري في الأوضة بشكل غير منطقي وبشكل غير عادي، وبدأ يصرخ لمدة 3 ساعات متواصلة لحد ما صوته بدأ يهدأ شوية بشوية وصوته اختفى تماما. العلماء طبعا في الحالة دي افترضوا ان احباله الصوتية اتمزقت وبالتالي هو ما بقاش قادر يتكلم نتيجة الصراخ لمدة 3 ساعات متواصلة. الغريب كان في ان زمايله اللي في الأوضة كانوا بيهمسوا في المايكات وكان عندهم سنة لا مبالاة كده، لحد ما الاسير التاني قام وصرخ زي الاسير الاول بالظبط، وبقية الاسرى بدأوا يقطعوا في الكتب ويحطوا عليها البراز بتاعهم، البراز بتاعهم، ويلزقوه على الإزاز لحد ما العلماء ما بقوش قادرين يشوفوا ايه اللي بيحصل في الجانب التاني. وفجأة وبدون اي مقدمات اتوقف الصراخ والهمس في الأوضة وما بقاش فيه صوت خالص. بعد 3 أيام من اليوم التاسع العلماء بدأوا يفحصوا المايكات ويعملوا تشيك عليها، لأن مش طبيعي إن 5 موجودين مع بعض في أوضة واحدة مفيش حد فيهم نطق كلمة واحدة لمدة 3 أيام. وقام العلماء بحساب كمية الأكسجين المستهلكة أثناء ال3 أيام، ولقوا إن كمية الأكسجين دي بتعادل كمية الأكسجين اللي بيستهلكها 5 في عمل تمارين رياضية. وبدأوا ينوهوا على الأسرة جوه الأوضة إن إحنا هندخل ونعمل تشيك على المايكات، فبالصلاة على النبي كده كل واحد ينام على الأرض علشان ما نضربش نار، واللي هيسمع الكلام ويطيع الأوامر هيطلع بره الأوضة. والمفاجأة كانت في صوت طالع من أحد المايكات بيقول إن إحنا مش عاوزين نطلع. لكن في اليوم ال15 العلماء قرروا ان هم يدخلوا الأوضة ومعاهم قوات عسكرية للحماية. بالفعل منعوا الغاز وبدأوا ان هم يدخلوا الأوضة مع الجنود، واول لما دخلوا الأوضة اتسمعوا صوت صراخ جامد من العلماء اللي كانوا بره، لكن الصراخ المرة دي كان من الجنود ما كانش من الأسرى. المنظر كان بشع جدا لدرجة ان الجنود ما قدرتش تستحمل المنظر اللي هم شايفينه. واحد من الأسرى احشائه كانت بره جسمه ودمه كان مغرق المكان كله، وباقي الأسرى كانت يعتبر أجسامهم ممزقة وكل أجسامهم كانت مليانة جروح. ومن الشكل المبدئي للجروح العلماء قدروا يميزوا إن الجروح ديت ما كانتش باستخدام سلاح، الجروح كانت باستخدام أيادي وأسنان الأسرى، بمعنى تاني الجروح كانت ذاتية، هما جرحوا نفسهم بنفسهم. طبعا العلماء مش هيسيبوهم بالشكل ده، حاولوا بعد معاناة كبيرة جدا إن هما يطلعوهم ويودوهم غرف العمليات علشان يقدروا يعالجوهم. طبعا كان في معاناة كبيرة جدا وهم بيطلعوهم، وصلت لان احد الجنود كان داخل بحنجرته طلع من غيرها، اللي هو ايه، والله انت حنجرتك حلوة طب هاتها. بدأ العلماء ينقلوا الاسرى لغرف العمليات وبالفعل نقلوهم، ولكن لما جم يستخدموا معاهم مخدرات علشان ينيموهم علشان ما يحسوش بالام وهم بيعملوا العملية، الاسرى رفضوا ان هم ياخدوا مخدر وبدأوا يترجوهم علشان ما يناموش. حتى ان احد الاسرى وهم بيرجعوا احشائه تاني لجسمه وهم بيخيطوا كان بيضحك جدا وكان بيقول لهم اكتر قطعوا اكتر، لحد ما قام وقعد يصرخ زي الاولاني لو فاكرين، وصوته بدأ يضعف حبة حبة لحد ما مات.
طبعا الحوادث المأساوية كانت كثيرة جدا أثناء وبعد التجربة، وتفضل من الأسرى 3 قرروا إن هم يرجعوهم تاني الأوضة ويدوهم الغاز. بس المرة دي المسؤول عن التجربة قرر إن هو يدخل أحد الجنود مع الأسرى جوه الأوضة، لكن الجندي اتجنن وضرب المسؤول عن التجربة بالنار وقتله، ودخل الأوضة قتل 2 من الأسرى وتفضل 1. فسأله سؤال عميق جدا جدا: أنت إيه؟ قام الأسير رد عليه وهو بيضحك وبكل سهولة وقال له: وبعدها الجندي ضربه بالنار ونهى التجربة تماما. ايه خلاص الفيديو خلص؟ لا الفيديو لسه مخلص. الفيديو بيخلص وقت ما انت بتكون عاوزه يخلص. لو انت كلفت نفسك وبحثت على جوجل عن المعلومات اللي انا قلتها لك دلوقتي والقصة الجميلة والتجربة العظيمة اللي عملوها الروس في ان هم يحولوا البشر لزومبيز، هتعرف ان الكلام اللي انا قلته دوت ملوش اي اساس من الصحة، والكلام اللي انا قلته هو عبارة عن قصة قصيرة اتنشرت على موقع كريبي باستا علشان يخوفوا الناس من الجيش الروسي، وعلشان ان هم ايه يبينوا ان الجيش الروسي دوت كان حاجة اول الله. بس تعرف في فعلا زومبي حقيقي. الزومبي الحقيقي هو انا وانت لما بنقرر ان احنا نسمع معلومة ونصدقها من غير ما ندور على اصلها، من غير ما نعرف المعلومة ديت صح ولا غلط، لمجرد ان احنا سمعنا المعلومة من واحد احنا بنثق فيه او واحد قدم لنا المعلومة بشكل جذاب وحلو، فاحنا بناخد المعلومة منه على طول مسلم بيها. وممكن اغلب المعلومات اللي احنا نعرفها لو دورنا على اصلها وفصلها هنعرف ان المعلومات ديت ملهاش اي اساس من الصحة، زي بالظبط القصة اللي انا قعدت احكي فيها الوقت ده كله. بحثك ورا المعلومة مش هياخد منك وقت اكتر من قراءتك ليها وتصديقك ان هي صح، فبالتالي ما تبقاش زومبي ودور على الحقيقة بنفسك. يلا سلام عليكم. صحيح نسيت، هي المفروض الجملة الاخيرة ده تتقال وحدها، يعني ده الكود بقى بتاع الحلقة وبتاعه والكلام ده. فثانية واحدة: ما تبقاش زومبي ودور على الحقيقة بنفسك. يلا سلام عليكم. ايه حلوة كده؟ خش باللوجو.